أهلا بكم في النشرة الرياضية. استهل منتخبنا الوطني للفتيات تحت 14 عاما مشواره في بطولة الآسيوية أو الاتحاد الآسيوي الإقليمي المقام حاليا في البحرين، وتستمر حتى 26 من شهر أبريل الجاري، وذلك بخسارته أمام منتخب فلسطين بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على استاد النادي الأهلي، ليحصد بذلك المنتخب الفلسطيني نقاط المباراة الكاملة، حيث تعد هذه المواجهة الثانية التي يخوضها منتخب فلسطين في البطولة الآسيوية. في المواجهة الثانية تعادل المنتخب الإماراتي مع نظيره الأردني بهدف لكل منهما، وذلك ضمن الجولة الثانية لبطولة الاتحاد الآسيوية، حيث وصل هذا التعادل بالمنتخبين إلى النقطة الرابعة، ولكن بأفضلية لحساب المنتخب الأردني الذي يتصدر ترتيب البطولة بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي.